ينضم إلي في الاستديو الدكتور محمد العامري المختص التربوي التعليمي، وينضم أيضا إلي عبر سكايب الدكتور جمال الطويرقي الأخصائي النفسي. مرحبا بكما. في البداية أرحب فيك دكتور محمد. أهلا مرحبا بكم. مرحبا فيك، وأيضا أرحب عبر سكايب الدكتور جمال. دكتور جمال مرحبا فيك. مرحبا سهلا. في البداية ببدأ معك دكتور محمد، نبدأ في الاستديو، أبغى يعني تأثير السخرية على المعلم، إذا كان هناك سخرية على المعلم سواء كان بطريقة تدريسه أو بكثرة إجازاته أو أيا كان طريقة السخرية، أبغى التأثير على المعلم نفسه وش بيكون؟ بلا شك بأن المعلم إنسان، عندما يقدم عمل وهو علم عمل جليل مثل عملية التعليم فهو يتوقع أن يحصل على الثناء ويتوقع أن يحصل على التقدير ويتوقع أن يحصل على الإجلال. نحن نأتمن هذا المعلم على أطفالنا، فتخيل الجانب النفسي اللي سيحصل عندما لا يحصل هذا التقدير، وخاصة من المجتمع. لماذا المجتمع تحديدا يؤثر في المعلم؟ لأن المجتمع هو الذي يعطي ردة فعل تجاه التربية التي قدمها لأبنائهم، فهو يتوقع أن ما قدمه من إحسان لهذا المجتمع سيعود عليه بالخير. وحقيقة أنه ما يقدم من وسائل التواصل الاجتماعي لا يمثل كل المجتمع، لكن له تأثير، أن هذه المخرجات كيف تؤثر في النفس، إن أنا كنت أتوقع التقدير ثم أحصل على هذا. هل تؤثر على طريقة تدريسه بعد ذلك، طريقة جهده؟ معلمنا إذا لم يستطيع التقدير، يعني إذا رأى أن المجتمع ما يقدم، بلا شك بأن المعلم عندنا يحمل رسالة، يحمل رؤية، أمام هذه الرسالة يستطيع أن يتحمل كثير من الضغط، وهذه العملية كانت مكررة خلال حقب طويلة، لكنها تبقى في النفس موجودة. لكن يعني لا أرى أن معلمينا سيحصل عندهم تقصير داخل الصف نتيجة لرد المثل، إنما يشعر المعلم بنوع من الألم في عدم تقديره. نعم، ويحق له هذا الشعور حقيقة إذا كان هناك تنمر أو سخرية منه. أروح للدكتور جمال. دكتور جمال، أيضا في البداية ما هي الخطورة، نتكلم نفسيا، الخطورة على الأجيال القادمة إذا رأوا أن هناك سخرية من المعلم من أستاذهم، أيضا إذا كانوا هم، أتوقع أنه أخطر إذا كانوا هم يسخرون من أستاذهم، ما هي نفسيا الأجيال القادمة، ما هي التأثيرات؟ دكتور جمال تسمعني؟ طيب بنرجع للدكتور جمال إن شاء الله، بنحاول نتصل فيه مرة ثانية. أستاذ محمد، يعني تسمعني دكتور جمال؟ نعم أسمعك، الله يسلمك. دكتور جمال، أبغى تأثير السخرية على المعلم على الأجيال القادمة نفسيا، الأجيال الأطفال لما يسخرون من معلمهم أو لما يسمعون أهلهم يسخرون من المعلم، إيش تأثيراته على الأطفال؟ طبعا احنا نتكلم أن المعلم هو القدوة، الطالب ما لا يجب أن يكون له قدوة أو نموذج أو أمثلة بحيث أنه يتبعها ويصبح هو القائد أو المثال لهذا الطالب. إذا هذا المثل أو هذا النموذج للطالب مقابل للسخرية، قابل للاستهزاء، للاستنقاص، فبالتالي هذا الطالب إذا وصل إلى عمر ومنطق ووظيفة كوظيفة المعلم حيصبح نفس الشيء. أول شيء حنكون عنده معنويات تكون منهارة، أول شيء يكون عنده إنسان شخصيته مهتزة، ما عنده ثقة كاملة بنفسه، يبدأ يأخذ الصلاحيات والموافقات من الخارج، بمعنى أنه هو يشك في نفسه، يشك في مقدرته، يشك في إمكانياته، وبالتالي أنت أوجدت جيل مهزوز، جيل فاقد الثقة، في جيل لا تعتمد عليه، نتيجة أنه هو لا يستطيع أن يعتمد على نفسه. وبالتالي عندما نعتدي أو يعني نهمش شخصية هي بحد ذاتها ضرورية في إنماء الناس، يعني الطبيب لا يمكن أن يصبح طبيب إلا أن يكون هناك له معلم، المعلم هو في بحد ذاته هو طبيب علم هذا الإنسان. إذا هذا الطبيب أنا استنقصته أنا حكون هو النموذج له، وبالتالي أنا أكون قدوة لهذا الطالب. إذا هذا القدوة سيئة جدا فبالتالي الطالب حيكون نفس الشيء، ناقص، مهتز، غير واثق. معناته كذا أن قاعدين نهدم العملية التعليمية حقيقة. نعم، يعني إذا أنت تعتقد أنك أنت تهين أو أنك أنت تستهزئ بهذا المعلم فبالتالي أنت أهنت منظومة كبيرة جدا. إذا أنت يعني كان واحد يستنقص
مصنع، المصنع هذا ينتج لك منتج جيد جدا وانت غير راضي بسبب شخصي وليس بسبب انك استنقصته بسبب او يعني عيب حقيقي في هذا المدرس او في هذا المعلم، انت استنقصته بسبب نعم. شخصي بينك وبينه نتيجة طفل او نتيجة ابن انت غير راضي عن تعامله مع ابنك، فبالتالي انت هديت منظومة كبيرة جدا نتيجة بس انه هو مسائل شخصية. واتمنى ان احنا ما نشخصن الاشياء خاصة في العلم وخاصة في التعليم. نعم الاستاذ الدكتور محمد، اعود لك مرة اخرى وهذا سؤال مهم الان، كيف ممكن نحمي المعلم ومو المعلم فقط ايضا المنظومة الادارية في التعليم ايضا تشهد بعض السخرية من قبل البعض، كيف ممكن نحميهم؟ اولا يجب ان ندرك تماما خطورة دور المعلم ودور عملية التعليمية في نهضة اي بلد واي وطن. انت تشوف انه مش مدركين احيانا ما يحصل الان في وسائل التواصل الاجتماعي من ضخ يدل على عدم الادراك. عدم الادراك وعدم الوعي يعبر عنه احيانا من خلال صورة صاخرة، من خلال كلمة كتابية، لا يشعر البعض بأنه نحن نتحدث عن بناء هذا الوطن وبناء هذه النهضة التي نحن نعيشها. لولا الله سبحانه وتعالى ثم ذلك المعلم وذلك المشرف التربوي وتلك الإدارة الواعية ما كنا أنا وأنت الآن نقف في هذا المكان وندرك ونتحدث، وما كان الجمهور يستطيعون أن يدركون ويفككون كلمات لنا نحن نقولها. نحن نتحدث كما قال الدكتور عن منظومة تعليمية كاملة، المعلم هو أحد مكوناتها، ويجب أن ندرك تماما أن هذا المعلم هو رجل أمن في فصله، هو معلم، هو مربي، هو معدل سلوك. وبالتالي أول شيء رقم واحد الوعي الكبير بدور هذا المعلم ودور الإشراف التربوي ودور الإدارة التعليمية وأنهم مسؤولين عن عملية أساسية في بناء هذا الوطن، هذا أولا. الشيء الثاني يجب أن يكون لدينا رقابة ذاتية على ما نكتب. أنا أحيانا قد أكتب شيء للطرفة أمزح مع زميلي، لكني لا أتوقع بأن وسائل التواصل الاجتماعي ستحمل ما أنا كتبته في تغريدة ليصل لآفاق بعيدة ويؤثر على آخرين. وإذا يجب أن يكون عندنا وعي بما يكتب أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي كطرفة، ممكن يكون لي زميل معلم أنا أريد أن أداعبه لكني أنا عممت على كل المعلمين، فيجب أن ننتبه لأن هذه الطرفة أنت تسيء المجتمع كامل. النقطة الثالثة يجب أن يكون لدينا أيضا توعية داخل الأسرة، يكون أولياء الأمور لهم دور حقيقي في التوعية، وخاصة الآن مع العودة للمدارس يجب أن يجلس الأب والأم مع الطفل ويوضحون دور المعلم ودور المدرسة. النقطة الرابعة نهيب بكل الكتاب وكل الأدباء وكل المثقفين عندنا الآن لأن يساعدونا في عملية الاستعداد لعودة المدرسة في تهيئة صورة ذهنية عن المعلم والمعلمة ودورهم وأهمية دورهم بشكل كبير جدا. نحن نجد أستاذ الكريم في كل فترة في كل سنة، أنا كرجل أعمل في مجال التربية والتعليم في كل سنة في هذه الفترة قبل العودة المدرسة أن هناك من يريد أن يستنقص المعلم نتيجة كما قال الدكتور لشيء شخصي لنظرة ضيقة، ولكنه لا يتوقع أنه الآن أنت تؤثر تأثير كبير جدا على أطفالنا وعلى أبنائنا وعلى إعدادهم. السنة الماضية لاحظنا حتى أناشيد وأغاني كانت تسخر بالمعلم وتسخر بالعودة للمدرسة. هذه السنة يجب أن ندرك تماما أننا نحن خارجين من كورونا وخارجين من وقت كان فيه انقطاع في المدرسة وعملية التهيئة أصعب للعودة، ولذلك يجب علينا كلنا أن نكون يد واحدة لأن نعظم دور المعلم ونبين دوره ونبين دور المدرسة وأهمية الحركة التعليمية. نعم أذهب إليك دكتور جمال، نتكلم على من يسخر من المعلم أو من المنظومة الإدارية سواء كان في التعليم، نتكلم عن شخص، يعني كيف نستطيع نفرق ما بين طرفة زي ما تفضل الدكتور محمد، أحيانا الواحد يمزح والمزحة أحيانا تجيك المزحة برزحة تجيك تنتشر وتبدأ هنا المشكلة، في أحيانا مشاكل صغيرة وأحيانا تحس أنها مو مشكلة لكن متى ما عرفت وضبطت تكبر المشكلة لأنها ضبطت. كيف ممكن نفرق يا دكتور جمال ما بين هذا المزح وما بين أيضا الاعتلالات النفسية عند البعض إذا بدأوا بالسخرية من المعلم؟ جميل، أنا أتمنى أن تتفق معي بضيفك الكريم أن المعلم خط أحمر، بمعنى أن المعلم هو القدوة، المعلم هو كالقاضي، إذا أنت شكيت في أمانة هذا القاضي وشكيت في عدله فبالتالي يفسد القضاء، وإذا فسد القضاء فسدت الحياة. المعلم هو القدوة لك أنت ولي، هو الأمانة. وأنا أتذكر حتى في يعني من علمني حرفا كنت له عبدا، قف للمعلم، يعني المعلم هو كل شيء. أتوقع أن نحن متفقين أن المعلم ولا الدكتور محمد أنه خط أحمر، لكن أما أني أنا أقيمه فمن أنا حتى أقيم معلم؟
المعلم يجب يكون عنده مرجعية، المرجعية هي الرخصة اللي تعطيه هي وزارة التربية والتعليم، إذا كان في أي ملاحظات عليه هذه اللجنة أو هذه الجمعية أو هذا المرجع هو اللي يقيم هذا المدرس وهذا المعلم. الشيء الثاني أنه ما هو كل واحد يبدأ يتكلم عن هذا المعلم بسبب أنه هو طرفة أو نكتة. أتمنى أنه عندنا الثقافة أنه النقد يكون النقد الهادف وليس النقد المهزلة أو النقد للاستنقاص من الآخرين أو النقد للتفكك. النقد البناء هو النقد اللي يقود هذه الأمة إلى القيادة والرئادة كما كانت في السابق. أما أن ننتقد إنسان واستنقصه لشكله أو منظره أو نطقه أو عيب في هذا الإنسان فهذا غير حقيقة. أما أنه المعلم ما تولى منصب تعليمي إلا قد تم يعني تقييمه وحرص الجهة الحكومية أو الجهة المعنية أنه هذا إنسان سوي وهذا الإنسان كفؤ في قيامه بهذه الأشياء. أما أني أعتدي عليه وأتكلم عليه هنجد في فترة من الفترات حتى هذه المهنة يتجنبها الشباب. يعني احنا نتكلم عن المعلمين هم شباب زينا، حسب الإحصائية الجديدة أنه يعني نسبة كبيرة من المواطنين هم في الثلاثينات. إذا أنت بدأت تستنقص هذا الإنسان ما حيكون عندك إنسان مستعد يمتهن مهنة التعليم. إذا أنت توقفنا عن مهنة التعليم من حيعلم أبنائنا؟ والتعليم مو بس فقط في المعلومات، التعليم في التربية. إذا أنت لا تريد أن ابنك يتربى فلا يعني أنك أنت تهاجم الآخرين وتستنقصهم، ولا كل إنسان بيربي إنسان على كيفه. هناك في يعني منظومة في نمط، حتى المجتمع السعودي يكون يعني نمطه واحد، أسلوبه في التعامل واحد، التربية تكون راقية جدا. نعم. أما أن استنقص المعلم، هذا المعلم حيدخل في مشاكل نفسية كبيرة، منها الاكتئاب، منها الرهاب الاجتماعي، منها أنه أحيانا المدرسين يتغيب عن الفصل لأنه يعتدى عليه سواء لفظيا أو نعم. نفسيا، أو أحيانا نحن شاهدنا أنه في ناس يعتدى عليهم جسديا، إطلاق نار من ولي الأمر، هجوم على سيارته، تهديده، هذه كلها يعني ما عمرنا سمعناها واحنا في مراحل التعليم كطلبة انه يعتدى. واحنا كنا حتى يعني معلمنا الى هذا الوقت واحنا نعم. يعني تعلمنا من ابائنا واجدادنا انه حتى نقبل يد المعلم لانه يعني افنى عمره في تعليمنا كبشر وكطلبة، حتى اصبحنا في مناصب قيادية. نعم. الدكتور جمال طورقي الاخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك. والدكتور محمد العامري المختص التربوي التعليمي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معي في هذه الفقرة.